الايميل. وهنا النقطه المهمه جدا هي المساله ديال الدبلوم ولا المستوى الدراسي اللي عندك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان، نتمنى ان شاء الله تكون حالكم على خير وبخير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الموضوع ديال الفيديو اليوم غادي نتكلموا على تقديم القرعه العشوائيه الخاصه بالهجره الى الولايات المتحده الامريكيه. بالنسبه للتقديم فهو سهل جدا، سوف تجي المحرك البحث جوجل وتكتب ديف لوتري 2024، غادي يطلع لك هذا الموقع الاول. الموقع هو هذا اللي كنا فيه سابقا، يعني هنا فيه هذه الخانه الزرقاء اللي هي انستراكشنز، معلومات على يعني البرنامج ديال هذا العام هذا شنو داروا فيه، المستجدات اللي كاينه فيه. يعني فيه واحد الفيشي بي دي اف راه كنت شرحته في واحد فيديو، غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون ولا غادي تلقاوه ان شاء الله هنايا. اللي بغى يشوف، اللي بغى يعرف الجديد في هذا البرنامج ديال هذا العام هذا، واللي بغى يعرف حتى المهن الاكثر طلبا ولا المهن المقبوله ولا كيفاش دير تعرف المهنه ديالك اذا ما كانش عندك البكالوريا، بالنسبه للناس اللي باغين يدفعوا لبرنامج الهجره العشوائيه الخاص بالولايات المتحده الامريكيه. الفيديو ديال اليوم غادي نشرحوا الاستماره. دونك الاستماره كنجيو كنكليكيو على هذا المربع الاخضر اللي مكتوب فيه بيغان انتوي. سو كتخرج لنا هذا الفورمولير هذه، ملي كنكليكيو على بيغان انتوي لاحظ بلي عندنا 30 دقيقه باش اننا نعمروا الاستماره، مع العلم انها ما كتطلبش حتى 10 ديال الدقائق ميم با. داكوغ، نجيو نبداو بالخانه الاولى. شنو غادي نكتبوا فيها؟ هنا غادي نكتبوا الكنيه ديالك ياك. داكوغ، هنا كتكتب الكنيه ديالك، وهنا كتكتب الفيرست نيم اللي هي السميه ديالك. بالنسبه للاخوان المشارقه يعني في مصر في الاردن كنظن يمكن عندهم الاسم الثلاثي، حنا هنا في المغرب ما عندناش الاسم الثلاثي، سو كنخشيو هاد اللعبه ديال نو ميدل نيم. ولكن بعض المرات كتلقى شي واحد سميتو مثلا محمد رضا ولا محمد امين ولا احمد امين، هذا ما كيتعتبرش اسم ثلاثي، فهو اسم ديالو محمد رضا او لا احمد امين ولا محمد صلاح، يعني هذا هو الاسم ديالو ماشي اسم ثلاثي. داكوغ، هنا كنجيو كنديرو الجندر، كنديرو تاريخ الازدياد مثلا، كنديرو تاريخ الازدياد، كاتب لك مانث داي اند يير. اوكي، هنا نكتبو المدينه اللي خلقتي فيها. المدينه اللي خلقتي فيها مثلا غادي نديرو الرباط. هنا كيقول لك البلاد اللي خلقتي فيها، البلاد اللي خلقتي فيها دونك غادي نديرو مراكو. دونك كتكتب مراكو، راه هنا باللغه الفرنسيه دونك خصك ما تكتبش ماروك، خصك تكتب ام او ار ماشي ماروك يعني ام ا ار. دونك ولا كتب غير ام وقلب عليها دونك راه غادي تلقاها. هنا كيقول لك السؤال هذا، اذا كنت خلقتي في واحد البلاد اللي هي ماشي اليجيبل وانت عايش في واحد البلاد اللي المهم هذه واحد التخربيقه كتخليها يس، حنا هنايا المغاربه ما عندنا ما نديرو في هذا الصداع هذا، تمشي تدخل كتقرا لي كريتير على البلاد واش خلقتي في هذه البلاد هذا والاصول ديالك اكسيتيرا. بون هذا موضوع مرول. هنايا الفوتو التصويره، بون التصويره غادي نخليها، ما غاديش نتكلم عليها دابا في هذا الفيديو، غادي ندير لها واحد الفيديو بوحديتها، مي غادي كتاجوتي التصويره ديالك هنايا. داكوغ، هنايا المايل اندريس، هنا كتكتب لادريس ديالك، غو الجيريا مثلا كارتي الفرح دوبيس بولفار اورو ميديتيراني. هنا كتكتب المدينه اللي انت ساكن فيها، العماله او الجماعه اللي انت تابع ليها. هنا الكود بوستال، هنايا الكود بوستال، فالكود بوستال باش تعرف الكود بوستال فهو ساهل، كتدخل جوجل كتكتب كود بوستال ديال الرباط، واقيلا كنظن 10050 يمكن، هذا ديال حي النهضه، ديال حي النهضه كنت عاقل عليه، كنت ساكن تما كنت كندفع بهذا الكود بوستال ديال حي النهضه. بالنسبه للبلد فكتختار البلد ديال اللي انت ساكن فيه، دونك حتى هو مراكو، يعني ساكن في المغرب حاليا، انا كنسكن في المغرب، كنت كتسكن في اسبانيا كتعمل اسبانيا، كتساكن في تونس كتعمل تونس، ساكن في مصر كتعمل مصر. هنايا كانتوي وير يو ليف توداي، يعني فين ساكن اليوم، دونك حتى هي كندير مراكو، يعني حاليا ساكن في المغرب. هنا كتكتب النمره ديال الهاتف ديالك، وهي راه هي اوبشنال ماشي ضروريه، حيت هما غادي يتواصلوا معك بالايميل. فبالنسبه للايميل كتكتب الايميل ديالك وكتعاودو هنايا، كتعاود الايميل. وهنا النقطه المهمه جدا هي المساله ديال الدبلوم ولا المستوى الدراسي اللي عندك. بون هنا كيقول لك يعني يو ماست هاف ا مينيمم اوف ا هاي سكول دبلوما، هاي سكول دبلوما شهاده ديال الثانويه العامه او البكالوريا. يعني ملي كنقول الثانويه العامه فاحنا ما عندناش هذاك النظام هنايا في المغرب، فالنظام اللي عندنا في المغرب هو كيتسمى سيستم ال ام دي اللي هي ليسونس ماستر دكتوراه، ما عندناش سيستم ديال الباشلر. هذا السيستم ديال الباشلر خصك تاخذ الهاي سكول دبلوما وكتمشي للكوليج، الكوليج ماشي هي الاعدادي، المهم خربقتكم، الكوليج ماشي هو الاعدادي عند المراكنه ولا عند الكنديين، فالكوليج بحال اللي نقولوا الكلاس بريبا ديال الجامعه اللي هي ماشي اليونيفرسيتي وماشي هي الفاكولتي. داكوغ، هنا الهاي سكول ديبلوما بالنسبه للمصريين، ولا انا دائما كنعطي مثال بمصر بالاردن بتونس بلبنان، فهما عندهم هذاك الهاي سكول ديبلوما اللي هي الشهاده ديال الثانويه العامه، اما حنا في المغرب فهي الشهاده ديال الباكالوريا. سو هنا كيقول لك يو هاف ا مينيمم اوف ا هاي سكول ديبلوما، يعني اقل حاجه، ولكن هنا راه داير لك واحد تو تشويسز،
يعني عندك البرايمري سكول اونلي يعني التعليم الاولي يعني من الاعدادي وانت هابط، او لا عندك الهاي سكول ويزاوت نو ديجري يعني ما عندكش الشهاده، عندك الهاي سكول ولكن ما عندكش الشهاده ديالو يعني عندك النيفو با. دونك هادو كاملين من الهاي سكول حتى لهنا هادو كاملين اليجيبل، ولكن هاد الجوج هادو يعني البرايمري سكول والهاي سكول ويزاوت ديجري خصو يكون عندك المساله ديال الفاكيشنال ديبلوما، يعني عندك واحد الميتي اللي هي مقبوله. ورانا درت واحد فيديو غادي تلقاوه تاهو في الديسكريبسيون ولا غادي تلقاوه هنا ان شاء الله، اللي شرحت فيه كيفاش انك تعرف المهنه ديالك واش عندها داك السكور اللي كيتسمى الاس في بي، واقيلا سكور اكثر من 7، يعني المهن اللي مكلاسيه من 7 للفوق فالناس الاصحاب ديالها فهما مقبولين انهم يبوستيو، المهن اللي هي اقل من 7 فالناس ديالها ما عندهمش الحق انهم يبوستيو، بحال حلاق بحال شيفور هادو ما مقبولينش. ولكن بحال كنت درت الفيديو بحال هكا تكنيسيان جيولوجي، تكنيسيان طوبوغراف، تكنيسيان ديال لاسينيسمو، هادو كامل بهم مقبولين انهم يدفعوا الناس ديالهم واخا ما عندهمش شهاده ديال البكالوريا. بون نشرحوا هادو، عندنا الهاي سكول ديغري هي شهاده الباك، فاكيشنال سكول الفاكيشنال هو الباك بليس دو تكنيسيان يعني تكنيك ماشي باك بليس دو لا فاك. هنا سام يونيفرسيتي كورسز، هنا يونيفرسيتي ديغري يعني عندك دوغ سام جراديت ليفل يعني عندك الباشلر ولا شي مستوى قل من الماستر. هنايا عندك الماستر ديغري سام دكتورات ليفل كورسز يعني قريتي واحد المستويات في الدكتوراه بريمير اني دوزيام اني ترويزيام اني اولا عندك الدكتوراه. المهم حنا كنديروا مثلا عندك تكنيسيان باك بليس دو ولا نديروا البكالوريا بحال العموم داكور. هاد المساله هادي مهمه جدا اخواني الكرام، صراحه ردوا ليها البال في هاد المساله ديال الزواج ولا ديال الوضعيه العائليه. الا كنتي مزوج راه باينه كدير ان ماريد وكتجي هنا كدير عدد الاطفال زيرو داكور. هنا اذا كنتي مزوج والزوجه ديالك ماشي نات يو اس سيتيزن يعني كدير ماريد والمراه ديالي هي معايا في المغرب مثلا، واذا كنتي مزوج والمراه ديالك امريكان سيتيزن فهو كيكون عندك بحال نقولوا حدود اكثر، يعني هادي از ماشي نات. دونك غادي نخليوها مثلا ان ماريد او لا مطلق او لا ويدود يعني ارمل ولا ارمله، وكنكملوا النمبر اوف تشيلدرنز وكنديروا كونتينيو. دابا هادشي اللي شرحته هو اللي كاين. دابا في الحاله العاديه من غير التصويره قلت غادي ندير لها فيديو بوحدي حتى غادي نشرحها. المهم هادشي هذا اللي شرحته اخواني الكرام كامل هو الحاله النورمال، يعني انت ما غير متزوج يعني شخص يعني ولا يعني بنت ولا ولد ما مزوج. اذا كنتي مزوج فملي كتجي دير كونتينيو، اذا في الحاله العاديه ملي كدير كونتينيو كيعاود يطلعوا لك واحد الباج فيها غير المعلومات، حيت انا تسجلت قبيله سجلت واحد الاخت كيطلعوا لك واحد الباج فيها المعلومات وكدير فاليدي صافي تاكد من ديك المعلومات. ولكن اذا كنتي مزوج يعني مزوج مثلا داير هذا الماريد وداير هنا واحد النومبر تشينجر داير جوج وليدات، راه ملي غادي دير كونتينيو غادي يعطيك واحد الفونت واحده اخرى كتعمر المعلومات ديال الزوجه ديالك وديال الابناء ديالك، يعني كتكتب السميه ديالهم وكتكتب تاريخ الازدياد ديالهم داكور. دونك هذا هو الفرق ما بين اللي مزوج وما بين اللي ما مزوجش، يعني هذه هي الطريقه الوحيده اللي كاينه كيفاش تعمر الاستماره. خليك من ديك المواقع ومن ديك لي باج ومن ديك القنوات اللي كيقول لك انا نوريك شي طريقه نوريك شي لعبه نوريك شي حاجه تكتب شي حاجه، ما عندك ما تكتب ما كتكتب حتى شي حاجه من غير الايميل والعنوان ديالك، شنو غادي دير لهم شي عنوان اخر. هذا الشيء اللي كاين يعني راه قرعه عشوائيه. سي فري التصويره كتلعب واحد الدور يعني واحد الدور ديال 50% وحنا عليها غادي نخصص لها فيديو بوحديتها، وكذلك الكلاسيفيكاسيون ديال الجوب رانا خليت درت له فيديو وغادي نخلي لكم حتى هو في الديسكريبسيون ان شاء الله. اللي عنده شي تساؤل اللي عنده شي استفسار يخليه لي في التعليقات ان شاء الله، وكنحاول وكنفكر ندير لايفات باش نهضروا على هذه المساله ديال تقديم الهجره العشوائيه ديال سنه 2024 والناس اللي باغا انها تيميغري للولايات المتحده الامريكيه وشاركوا في القرعه ديال السحب العشوائي. بون اخواني الكرام ما تنساوش مصالح الدعاء ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.